أهلا بكم. قضيتنا الأولى عبارة عن تحقيق استقصائي من الطايف عن العسل ومصادره. طبعا أكاد أجزم إن غالبنا يحبون العسل كغذاء وكشفاء، ولكن حالي كحالكم لا نكاد نعرف من العسل إلا شكله، ولا نميز الجيد من الرديء أو المغشوش، ولا نعرف الطريقة في آلية وعملية التمييز. عبد الرحمن الثقفي حمل الكاميرا إلى باعة العسل وبحث واستقصى أسرار المتحايلين، والتي يرويها لنا في أولى قصصه الصحفية مع قضية رأي عام. مؤخرا امتهن بعض المخالفين التجارة في العسل المغشوش وسط تذمر كبير من النحالين، فقاموا باستهداف الطرقات السياحية والمساجد لاقتناص ضحاياهم وبيع العسل المغشوش المغذى بالسكر والشمع المعمول بالبودرة لتكون خلايا النحل ليصبح حاملا للشكل وفاقدا للمذاق، وهو ما وجدناه عندما التقينا بأحدهم على أحد الطرقات. وش عندك من عسل؟ عندك السدر اللي يستخدموه للقراءة والعلاج؟ العلاج ما يحتاج السدر، هو معروف. السدر وينه؟ موجود. أو أنت أخذت من السمرة ذا؟ أنا قلتها 200 و 150 و 120. والله ما يستاهل يا رجال، يستاهل الطيب. والله أنك تستاهل بس ما أشوف. يلا بتعطيني خلني أمشي. والله ما يخرج 130. لا علشان 10 أبو طلب. والله لكن أنا أتكلم 150. ها؟ 150 آخر؟ ما أشوف. أنت ذقت السمرة؟ كيف؟ والله فيه سكر. طعم سكر. لا والله من الكيس بس ما لي خراج، حتى لو هم من الكيس كذا صبانه طعم سكر. سكر الأسرة الحين غالي. طعم سكر يا رجال، طعم سكر. والله مرة سكر. لا هو مخلوط ولا ايش؟ وين؟ هو ذا. لا اخذ 150 خلينا نشوف. ما هي ثقلة عسل ذي؟ ما هي ثقلة عسل؟ هذا ايش؟ حق غيره سدر. كيف يعني مخلوط مع شيء؟ ولا ايش سدر حق غيره جرفة، جرفة جبلية. هذا حق جرفان الجبلي، اما هذا جبلي. طيب الشخص اللي بيستخدمه عنده سكر لا يكون ماشي، اضمنه لك هذا ما يزيد السكر. في هنا 3 كيلو ب 50 ريال. هذا اللي يعني ما تروح له سكر. شوف دق هذا دق هذه، شوف بين الطعم. بس خفيف يا اخي، خفيف. ليه هذا انت قلت ما تبغى خفيف ولا لا؟ هو خفيف خفيف يعني. هذا خفيف حق هذا حق الجرفان الجبلي، هذا حق الجبال بين الاشجار يعني يجيك ثقيل. هذا الرخيص اللي ما تروح له سكر، 3 كيلو ب 50 ريال. ايش فيه؟ ما تروح له سكر. كيف ما تروح؟ يعني يغذونها بالسكر. نفس النحل؟ ايه. كيف يغذونها؟ يا اخي شوف يطرحون. معلش انا ابغى استفيد منك يعني، لانه احنا دائما ما عندك مشكله. مثلا يحطون هنا برامل كبيره ويحطون مويه وحطوا بين المويه سكر. والنحل تاجي عليه يعني تاكل منه. بالنسبة للمستهلك ما يعرفه، ما يعرف العسل إلا خبير العسل، لأن العسل يعني ما يعرفه إلا راعي أزهار أو ملاحد، ولا كل الناس عندهم خبرة في العسل. اللي يعرف ذوق العسل ورائحته وطعمه هو اللي يميز العسل المغشوش من اللي ما هو مغشوش، من الناضج اللي ما هو ناضج. هذا اللي يقدر يطلعه هو النحال أو راعي الخبرة. طيب ما يفرق في درجة اللون؟ لا اللون، الألوان العسل ألوان أشكال، في أحمر، في لون أسود، في لون ذهبي، أنواع العسل إحنا نعرفه برائحته وبطعمه وبلونه. أنا أكشفه بطعمه، أطعم العسل بطعمه، أعرف جودة العسل، أعرف إذا كان ناضج مستوي في النحل أو للمستهلك أو علاج، أعرفه بطعمه إن هذا العسل صحيح للمستهلك. ما شاء الله شايفك معاك عسل، انت عارف نوع العسل ده؟ لا، الرجل اخبرني ان هذا عسل السدر. صراحه عسل السدر السمر. طيب انت اول مره بصراحه اني اذوق النوعيه هذه. عاد انا اشتري انواع عسل بس ما هي بالجوده هذه.
جميل. طيب انا ودي اسالك يعني انت الحين ما شاء الله طبعا ما في ذيك الخبره الكافيه انك أبداً. لكن لو مثلا انت الحين من صاحب الشان تمام، انت الحين اتجهت للسوق يعني السوق المركزي والمحلات العسل المعروفه والمتحدة. وهذا هذا المفروض يعني تجي من اصحاب الشان نفسهم، اصحاب الخبره، اصحاب المحلات اللي يكونون في الاساس يعني يبيعون الشيء هذا علشان تضمن انك تشتري شيء يعني جيد. عم مقبول الله يعطيك العافيه ان شاء الله ويعطيك الصحه. ما شاء الله شايفك باسط وتبيع عسل ان شاء الله. انا ابيع عسل بس ما في زبائن. طيب العسل هذا من وين؟ العسل من الحراج وناخذه وشيء طلبيه. لا من وين يعني؟ هو من الحراج بس في مصادر يعني الناس متخصصه. مجينا من الجنوب ومن الجنوب. هذا عندك خبره في العسل عم؟ ايه كيف، انا ما ربيت الا في الصنعة هذه. طيب ايش الانواع اللي عندك موجودة؟ عندي سمرة وسدرة. سمرة وسدرة؟ ايوه وصيف. ما شاء الله يعني كله مضمون ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نقول ان مضمون مضامنها الله سبحانه وتعالى، واحنا اهل خبرة، ولا اصبح فيها شيء يرجعوا ياخذ حقه. كيف الاسعار عندك؟ الاسعار 250 300. طيب 400 في الصيف. انت لما تجي الحراج انت بتشوف ناس كثيرين بيبيعوا عسل مغشوش بيبيعوا؟ اشوف بس انا اعرف العسل باللمحه. ما شاء الله. اللي ما يعني اعرف انه ما يصلح ما زيد فيه. كم لك سنه في ال اكثر من 30 سنه تصنيع عسل نعونه الان بالسكر، يطبخونه وباين انه سكر مغشوش زي الشيره. هنا يسوونه ثقيل وناس يسوونه خفيف، هذه اللي مفهومه. لكن العسل في ناس يضيفون عليه اكثر، يضيفون عليه عسل، في ناس يجينا بعسل من خارج المملكه ويقول هذا عسل وطني، وفي ناس يضيفون على العسل الوطني عسل مغشوش. ونعرفه نحن مثلا السكر هذا، عندك عسل يجمدونه بالسكر هذا ويبا، لكن العسل اللي جودته عاليه ومزبوط نعرفه بطعمه ورائحته. دخلت كشفوا عليه شيء؟ يا اخي عسل طبيعي، انا بنفسي اكل منه، عندي 1480 عود، انا حلالي ومالي. كشفيات عليه هو عسل 100%. بس كشفيات عندك في اليمن؟ في السعوديه هنا في ابها. كويس. ايوه ما يعني احنا نعطي علاج، احنا نستفيد من العسل هذا نسبته 75% من النحل من الاعشاب الطبيعيه. هذا ايش اسمه؟ الخلطه السريه. هذه خلطه سريه. وش هذه؟ هذه حق المتزوجين. طيب انا متزوج تنفعني؟ كيلو ب 650. وش فيها يعني؟ انا اوريك ايش فيها. هذه اللي عنده جنس تعبان زي كذا. اها اروح. هذا ايش؟ هذه خلطه سريه، اعشاب طبيعيه وعسل دردان ودوعان. عسل دوعان وايش؟ اعطيك بلاك بس. لا تكفى. وبعد أن وقعنا ضحية للبائع المجهول استعنا بنائب جمعية النحالين بالطائف ليقف معنا على ما قمنا بشرائه ويكشف لنا حقيقته. إيش النوع يا عسل؟ هذا سدر حضرمي. يأخذ العسل ويخلي القروش معه وبيني وبين والله لا يعطيك. أنا قلت له يجرب ويأكل منه إذا بتعرف فيه شيء ولا. كم كيلو هذا بيته؟ هذا والله العلي العظيم إني بايع كيلو 300. طيب. وبايع الجركل على 2000 ريال. طيب. باقي معنا 3. كم بيك هذا الحين هذا الجركل؟ حسب لي من 2000. والله انا حسبت له من 2000 وقلت له ياخذ العسل. واخذت من هذا الخلطه وهذا السرية. هذا عشان طبيعي. قلت له ياخذ العسل ولا يعطيني ريال بيني وبينه والله. طيب اعطينا الكلام. شوف يعطيني ريال بيني وبينه والله. ايش العسل؟ اشوف هذا دوعان. اصبر. شوف هذا مع معصوب معه. شو اسمه؟ ايش معصوب معه؟ هذا طال عمرك معه جردان وعلى اعشاب طبيعيه وسدر. ايش الاعشاب اللي حاطينها؟ تعرف الضهيان، فيها من الضهيان وفيها الضهيان. ايوه وفيها من الطلع والسدر. طيب واخذ الشمع حق صبره. طيب. الضهيان وخلطناه مع بعض. ليش الضهيان هذه ايش فائدتها؟ والله هي تاخذين الشجر. ها اي لا الشجر. لا لا ايش اسمه الشمع زي هذا يعني. شوف هذا زي الشمع هذا شو العسل هذا؟ هذا صيفي، هذا ابيض، هذا عسل صيفي. اي نعم. طيب هذا رخيص، هذا على 150 الكيلو. إيه صيفي كل. اي نعم. ما هو غلط. طيب. لا ما هو غلط.
تبي اذا بعتهم شيء بيعه وانا اخوك الحاضر الناظر. نعم هذا العسل تغذية سكر. ايوه هذا اسمع اسمع لا تقول سيفي هذا نحل مغذى سكر هذا ايوه اسمع الصيف الكيلو ب 780 انا قلت له انا سيف ايوه هذا رخيص هذا عسل سكر نحل مغذى سكر فبيعه سكر هذا لا تبيع عسل حر والله والنسبه الخلطه هذه ولا اخوك هذه خلطه حتى الله يكرمك والله لا تعطي الكلام ما كلام والله يا اخي حنا من اللي نفسه ياكل هذا العسل بالوضع العسل عده انواع من اجود العسل الصيفي والسدر والسمر وأثمار متعددة ثانية بس هذه أجودها العسل الطبيعي كله علاج من الأشجار الطبيعية اللي ما دخلوا الغشش اللي هو مضر بسكر أو إضافات ثانية عليه وهم اللي من الأثمار الطبيعية فهو عسل 100% سواء صيفي أو سدر أو سمرة أو أي عسل يكون عسل من الأثمار الطبيعية فهو عسل صحيح وإن شاء الله علاج. ما في لا طعم طلحة ولا طعم شجرة ولا طعم أثمار من أثمار العسل الشجرة المعروف ما هو فيه مرة لا سمرة ولا ضهيارة مرة السمرة والضهيارة والطلحة معروفة طعميتها والله ينحم عندنا أنت قول لي بيع الحاضر الناظر لا تقول لي بيع الشجرة المعينة أنا أبيع الشجرة لا لا لا, لا ما أنت ما تضمنها هذا العسل مغذى سكر أنا هذا. ما أقول لك يعني أنا ما أضمنها ما طارد أيوة. بعد لكن أضمنها لك أنه عسل ناجي شوف أنا أخوك أنت إذا بعت شيء قول يا أبوي الحاضر الناظر فالناس يعرفون أكثرهم يعرف العسل ترى والرجال هذا ضيف علينا شفت كيف وجاء وقال نبغى استشيره في العسل يعني إيش العسل وإيش أنواع العسل وقلت أروح معك ما هي مشكلة فاليوم هذا العسل بيعه حاضر ناظر عسل من الأثمار اللي نعرفها ضهيانة سدرة سمرة هذه ما يبي يعني كيف ايش هذا يعني بيبي. يعني هذا مغذى سكر نحل مغذى سكر يبيعونه في فيفا يبيعونه في محايل يشترون هذا يشترون من الأسواق هناك يعني ما ينفع للعلاج ولا لا 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 كعلاج ما يصير هذا بس مو تحس ذبلان كذا مع الشمس ولا لا لا هذه بيته قديمة هذه بنية قديمة هذه قديمة ايوه شوف يحط فيها النحل شوف يحط لا اصبر لحظة الله يخليك هذا تغذية كله سكر هذه يغذون النحل ايام الجوع ايام وتحط عسل حتى الدوده شوف مربيه فيها تراها هذا محل الدود شوف العثه هذه ايوه هذه دوده الشمع يسمونها هذا تربى في الشمع هذا شايف كيف ها مسوي عنكبوت هذه ضاره هذه لا احد يشوفها شوف العنكبوت حق رجال المع قبل فتره في الحبله دون الحبله اللي هنا في الحبيل لقينا العسل يعني ما اللي يبيعون العسل الصح ولا 20% والباقي كله مغذى سكر يحطوه سوا سدرة على سكر يخبطوه سوا ما يفرزون البضاعة زي ما عندنا في الطالب الحين تفرز البضاعة النظيفة والبضاعة البطالة طيب انت ليش ما تحضر الحراج ما يقدروا يحضروه عشان غالي الكيلو السدرة زي الصحن هذا يكلف 400 ريال الكيلو يعني هم اذا اشتراه ب 400 يبغى يبيعه هنا ما يقدر يبيعه طيب بس الحين هم يعني هذا بحكم انه طريق سياحي بيستهدفوا الناس ما يشتري الناس ما عندها خبرة ما عندهم خبرة في العسل ويدوروا الحاجة الرخيصة هذا تلقى اللي في الشارع يبيع العسل ب 100 ريال من 500 يبيعك ب 100 ريال يعتبر اذا كان احنا من نفس النحال يوصل الكيلو علينا الى 500 الى 600 نشتري اصحاب محلات ومن مناحنا وما بالك ان واحد في الشارع يجي من 500 لين يبيعك ب 100 ريال هذا عسل صحيح هذا مغشوش شكرا لعبد الرحمن والذي نقل لنا حالة يمكن أن يقع فيها أي واحد منا لسيما في ظل غياب الجانب الرقابي على الباعة المتجولة طبعا ما فيه أي طريقة محددة في موضوع العسل تجنبنا الوقوع في فخ المتحايرين ولكن لو كل واحد مننا امتنع عن الشراء من المتجولين اللي على قالعة الطريق أو على ونيتاتهم وهلم مجرة على هذا المنوال أعتقد أن الموضوع راح يفرق معنا ويفرق معهم.